نبداو عدد اليوم من جورنال فيرب خبر عنوانه زين باور افتقدنا للنجاعه الهجوميه ضد الوحده، ولكنني سعيد بتحسن مستوى اللاعبين. واشاد جوزيف زين باور مدرب فريق الرجاء الرياضي بالمستوى اللي وصلوا له لاعبيه خلال بطوله كاس الملك سلمان للانديه، واكد ان الفوز في الجوله الاخيره من دور المجموعات غيعطي حافز اكبر للفريق في المواجهات المقبله. وقال زين باور في تصريحاته بعد الفوز على الوحده الاماراتي: انا سعيد حيت مستوى اللاعبين في تحسن مباراه بعد الاخرى، حاليا عندنا مجموعه جيده وهذا مبين الاهداف المسطره واللي كنسعوا ليها. وتابع: مواصله التطور امر مهم للغايه، وبخصوص المباراه كان من الواجب علينا استغلال الفرص بطريقه افضل، في بعض الاوقات كنا كنفتقدوا النجاعه الهجوميه، لهذا غنشتغلوا اكثر على هذه النقطه مستقبلا. وضاف زين باور: بعد المباريات الثلاثه في البطوله العربيه خديت فكره شامله على الفريق، وانتصار الوحده غيعطي حافز كبير للاعبين في المواجهات المقبله خصوصا ضد النصر السعودي. لاعبو الرجاء حصدنا العلامة الكاملة التي لم تكن سهلة، وحاليا نفكر في ربع النهائي لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على اللقب. وأربو لاعبي فريق الرجاء الرياضي على سعادتهم عقب تأهلهم دور ربع النهائي من البطولة العربية بالعلامة الكاملة، وذلك بعد ما تمكن الفريق الأخضر من الفوز على الوحدة الإماراتي بهدف 0-0. وقال يوسري بوزوق في تصريحاته لعقبة اللقاء: حصدنا العلامة الكاملة اللي ما كانتش سهلة، حاليا كنفكروا في ربع النهائي لإسعاد الجماهير. من جهته قال طه الإشبيلي: دخلنا المباراة بعزيمة الانتصار البقاء بمدينة أبها وتحقيق المرتبة الأولى في المجموعة. وتابع: كنشكر اللاعبين على مجهوداتهم والطاقم التقني بالإضافة للجماهير اللي كانت بالملعب، حاليا كنلعبوا كل مباراة على حيدة ونواصلوا العمل الظفر باللقب. في حين أشاد حارس مرمى الرجاء مروان فخر بالقتالية اللي ظهر بها الفريق في مباراة ضد الوحدة، وقال: الحمد لله على الانتصار، كنشكر اللاعبين على قتاليتهم لآخر دقيقة في اللقاء، غنحاولوا التركيز أكثر في الدور الثاني اللي غنخوضوه في أفضل الظروف مع العمل وتصحيح الأخطاء والاحتفاظ بالأشياء الإيجابية، غنوصلوا لمبتغانا وهو الاحتفاظ باللقب إن شاء الله. مدرب النصر السعودي يطالب بالتعاقدات قبل مواجهة الرجاء، وفعلا لخصم الرجاء المقبل كشف البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي لحاجته للاعبين جدد من اجل تعزيز تركيبته البشرية في قادم المباريات. وكان النصر خصم الرجاء المقبل ضم في يناير الماضي البرتغالي كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم 5 مرات في صفقة خيالية، وعزز كذلك صفوفه من خلال التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الالماني، بالاضافة للاعب وسط الدفاع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من الايطالي، واللاعب سيكو فوفانا من لانس وصيف بطل فرنسا، والضايع الايسر البرازيلي اليكس تيلاس. وكل هذا كيأكد كاسترو انه كيتمنى اضافه لاعبين اثنين للتشكيله في المباراه المقبله، ماشي حيت ما عندوش الثقه باللاعبين الحاليين بل حيت هو مطالب برفع مستوى الفريق. وتابع مدرب النصر السعودي: كنرغبوا بتقديم موسم جميل مليء بالانتصارات والانجازات، وما يمكنش انك تتوج الا ما كانتش تشكيلتك قويه، وغنحاولوا نوصلوا لهدفنا في البطوله العربيه. الرجاء يباشر استعداداته لمواجهة النصر بإجراء حصة تدريبية مغلقة، واستأنف فريق الرجاء الرياضي تدريبه عشية أمس الجمعة استعدادا لمواجهة النصر السعودي برسم دور ربع نهائي لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وباشر الرجاء أمس الجمعة استعداداته لمواجهة النصر بإجراء حصة تدريبية مغلقة عرفت حضور جميع اللاعبين. من جهة أخرى، على المكتب المديري لفريق الرجاء أنه نجح في رفع المنع من التعاقدات رسميا بعد محل جميع الملفات والنزاعات المتعلقة بالمنع. ووضح بلاغ النادي أن المكتب المديري باشر الترتيبات الإدارية مع الاتحاد الدولي والعصبة الاحترافية من أجل تسجيل الانتدابات الجديدة، وشدد النادي الأخضر على أن هذه الخطوة كتهدف لاستفادة الفريق من اللاعبين الجدد فيما تبقى من مباريات البطولة العربية المقامة في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية. الاتحاد العربي يحسم موقفه بخصوص مشاركة النفاتي مع الجيش والرجاء في البطولة العربية. وحسم الاتحاد العربي في موقفه بخصوص مشاركة أدم النفاتي رفقة الرجاء بعد ما سبق لي ودافع على قميص الجيش الملكي خلال نفس النسخة من مسابقة كأس الملك سلمان، ورخص الاتحاد العربي النفاتي بالدفاع على أنوار الرجاء على اعتبار خروج فريقه السابق من الدور التمهيدي، وغيكون بإمكان الرجاء الاستعانة بخدمات النفاتي بعد تأهيله مباشرة لهذه البطولة العربية. وكان النفاتي لعب رفقة الجيش الملكي اللي غادر المنافسة من الدور التمهيدي قبل ما يتعاقد مع الرجاء في ميركاتو الصيفي الجاري. في نفس السياق قرر الاتحاد العربي الغاء جميع البطاقات الصفراء اللي تلقاو لاعبي الرجاء بعد انتهاء مرحله المجموعات، وغيستافد الفريق الاخضر من قرار الاتحاد العربي بحيث غيلعب مباراه النصر السعودي بدون قيود، اذ غيتم رفع الانذارات اللي تلقاو لاعبي الفريق خلال دور المجموعات. يشل ان فريق الرجاء الرياضي غيواجه منافسه النصر السعودي غدا الاحد على ارضيه ملعب مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضيه انطلاقا من الساعه 4 عصرا.
هذا ما قاله كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الرجاء، وفي تصريح ليه بعد تأهل فريقه لربع نهائي البطولة العربية لمواجهة الرجاء الرياضي، قال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن البطولة العربية مثيرة بوجود فرق عملاقة، وزاد كنعرف الكثير على الكرة العربية. المنتخب المغربي اللي هو رابع بطولة العالم الأخيرة، تونس اللي فازت على فرنسا، السعودية اللي فازت على الأرجنتين بوجود ميسي، كاين أندية عربية كبيرة، وأنا سعيد بتواجد الرجاء اللي سبقوا لعب نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية، واحد أكبر الأندية في قارة إفريقيا وعنده شعبية كبيرة في العالم. وزاد رونالدو في تصريحه لأحد المنابر الإعلامية السعودية، غنواصلوا استعداداتنا للمباراة القادمة أمام الفريق المغربي لتأهل الأدوار الموالية وتحقيق اللقب العربي. النادي المحرق البحريني يقدم رسميا نجمه الرجاوي للجمهور، وفي تفاصيل الخبر النادي المحرق البحريني على تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الرجاوي السابق عمران فيدي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، وقرر اللاعب فيدي خوض تجربة احترافية بالخليج عبر بوابة الدوري البحريني بعد ما حمل قميص عدة فرق كالراسينغ البيضاوي، يوسفية برشيد وجمعية سالة، مع علم انه كيتعتبر منتوج خالص لمدرسة الرجاء يتدرج في جميع فئاته العمرية ووصوله للفريق الاول قبل ما يغادروا قبل 3 سنوات. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيغ، في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديدة ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.